البيئة تحسيسية تحت شعار كلوا من أدعو السيد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية. والآن أحيل الكلمة مباشرة. أدعو شركائنا الأساسيين من الكشافة الإسلامية الجزائرية والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب عبر امتداداتهم في كل الولايات أن يتبنوا ويروجوا لمفهوم الرسكلة والاستعمال المستدام للحاجيات والمستلزمات بمختلف أنواعها كسلوك اقتصادي، وفي نفس الوقت يقلل من إفراز النفايات التي تتزايد في هذه الفترة بما تقارب 10%. كما نطمح أيضاً إلى زيادة الوعي حول تأثير أفعالنا على البيئة وإلهام الآخرين وإلهام الآخرين لإحداث الفرق. هذه الحملة لا تهدف فقط إلى التحسيس بالطريقة التقليدية، لأنه اليوم فيه الكثير من الأدوات والوسائل للقيام بحملات التحسيس. اليوم أيضا هذه الحملة هي فرصة لتعزيز السلوكات الإيجابية وتعزيز الكثير من النماذج اليوم في المجتمع الجزائري التي لابد أن نشيد بها، سواء من فعاليات المجتمع المدني أو من غيرها من القطاعات التي تشتغل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه السلوكات الإيجابية. أطلقنا حملة مع كثير من القطاعات على رأس وزارة التجارة والإذاعة الوطنية لنقوم بحملة عبر كافة التراب الوطني، وطبعا سنتعاون وتناغم مع الحملات المحلية التي تقوم بها وزارة البيئة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية حتى يكون الجهد واحدا مسددا منظما ويؤتي أكله بإذن الله تعالى.